أو ما فيش فايدة، ما احنا في بلد أجنبي بقى، ما هي سلطة، هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لديك وش المرة دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي، كبداكي اللي جراها لك اللي ده ولك كده. تعالى يا كوريا، تعالى يا اخوي، تعالى. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. سلامتك. طب على ايه؟ نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي، ده البيت وحشني قوي. تعالى تعالى يا علاء، ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. تعالى هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير، كنت اقعد اعزف عليه. بس ما اقولكش، عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا مبسوطه قوي يا بابي، ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزه اروح البيوتي سنتر عند دينا، عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وبيديكير، وعايزه اعمل مساج. بابي نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول. بابي نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى، انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا، اما اللف ودارا وفسح انت ومعاكي حضره الضابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان، وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا، قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبداكي؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبداكي، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قولي لي عند التاني حاجه ياخدها. بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها. انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كبداكي ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضك، تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه. تمام كده اهو. يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي، مات الكلام. ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحة على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز؟ امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكرة بقى، انا ما بعدش اخوانا، لا انا بس بملي عيني وايديا من الفلوس. الكبري ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكبري ده في شقه عمري. دولاك انت ونجمه مصر انا كان لا يمكن افرط فيها ابدا. انت هتمثل يا عزوز؟ ده انت لاهف مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمه مصر، والمليون الزياده ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا انا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقل،
ومن بكره النجمه تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمه مصر؟ الف مبروك يا شيخ الوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسه. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز راخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي العب لولي يا استاذ العقد بسرعه، هات لحسن الشيخ الوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، انا عايزه يافطه كبيره قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. اكبر يافطه فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد ابراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصه اللي عملها دي ويهددها في الاوضه، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل ايه يا عماد؟ يعني بص، انا شايف ان احنا نقول له ماشي خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حقبه. الواد ده لبط ومن بيئه واطيه ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان المصري، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده ثانيه مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت، هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حاجه انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال. ايه بس مفيش اطعم ولا الذ ولا اجمل من البنات السوريه، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير، بعمله منيح. يا ايه بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلتي ايه بقى في اللي انا قلتهولك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلتهولك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسه ليه؟ الله، وبعدين دي فكره حلوه جدا، وبعدين الحاجات الفلكلوريه دي بتشد الناس هنا قوي. شوف انا عندي خبراء وشركاء ممكن استفيد منهم بكل انحاء العالم. لكن هلا بدي اشتغل بمصر، المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف انه هاي افضل فرصه حاليا. طب انا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما انا وانتي هنا اهوت مع بعض وممكن يعني نكسب هنا برضه. لأنه هي بلدي التانية، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة، السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام. يا ديما أنا بصراحة مش موافق، الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية، اسمحي لي يعني إن أنا أقول لك إن أنا مش موافق، لأن أنا مستحرم إن أنت ترمي فلوسك كده، مش معقولة. أنا من رأيي إن أنت تأجلي خطوة مصر دي لغاية ما أنا أفكر كده وأجيب لي خمس ست أفكار وهكلمك في التليفون ونحدد قعدة تانية، وأنا متأكد متأكد جدا إن أنا هقنعك في القعدة دي. إن شاء الله، بفكر بفكر. عايز تسيب الهلومة دي كلها وتموت روحك وتضيع